بالنسبه لك كانت مهمه بالنسبه لنا، ثلاث نقاط كانت غاليه بالنسبه لنا، فكنظن اننا استعدينا لهذا المقابله بما فيه كفايه، دخلنا بتركيز عالي، بروح عاليه، روح انتصاريه، فما كانش عندنا خيار اننا نحققوا ثلاث نقاط امام المتصدر باش نقلصوا الفريق، اللي بقى هو جوج نقاط، فكنظن هذا الفوز هذا غير يعطينا واحد الاريحيه اننا نزيدوا نشتغلوا اكثر، وكنظن بانه الفوز الرابع على التوالي ما جاش من فراغ، جا من واحد العمل واحد التضحيه، ملامح ديال الفريق بداو كيبانوا، فكنظن بالسوتيان ديال الجمهور غادي نزيدوا الامام ونزيدوا حق المفتاح ان شاء الله طبيعه الحال. فكنظن انه الفرحه الزوينه والسونتيمون الزوين اللاعبين ديالنا هو ملي كنحققوا ثلاث نقاط وكنمشيو نفرحوا مع الجماهير ديالنا، فكنظن انه كيمشيو هما سعيدين وحنا سعيدين، فبطبيعه الحال الفوز والنقاط اللي ضاعوا لنا في الشطر الاول كنحاولوا اننا نعوضهم دابا، ما عندناش مجال راحه، ما عندناش مجال نضيعوا مازال نقاط اخرين، فكنظن كنجمعوا الماكسيموم، غادي يخول لنا بانه في الثلث الاخير ان شاء الله ننافسوا على الشامبيون.